السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض باستل السواحيلي، تمام؟ هنشتغل لون سيلفر غامق أو جري، تمام؟ هنحتاج الفرشة اللي زي دي، ويلا بينا. ده اللون اللي هنشتغل فيه زي ما انتم شايفين اهو، تمام؟ يلا بينا. المفروض الارضيه تكون معايا ربع لمعه، صح يعني؟ بس المره دي احنا هنشتغل على مطفي، فما فيش مشكله. هنبدا ناخد نشتغل نظام اكسار، وحاول ترمي براحتك، ما يهمكش في الرمي. حد هيقول لي يا عم محمود انت شغال دلوقتي على دهان مطفي او دهان مط، ليه بتقول لنا اشتغلوا على ربع لمعه؟ طيب انا عشان شغال على قطعه لوحه صغيره، فالدهان مش هيجف مني، فهقدر اتحكم فيه واقدر اشكل الشكل اللي انا عايزه براحتي. اما انت يا حبيبي لما هتشتغل في الجدار هتبوظ منك، فلازم تشتغل على ربع لمعه وعلى نص لمعه، تمام؟ فانا بدلك على الحاجه الصح مش بغشك، ويفضل انك تلون الارضية لون قريب من دهان الرمل. يعني هنا احنا معانا لون سيلفر، يعني تعمل ارضية رصاصي او رمادي، سواحيلي او ربع. هنشتغل المرة دي بطريقة جديدة بقى خالص بقى، بالفرشة بقى بتاعتك، وهتبدأ تدق لي كده، بزاوية مستوية دي، تمام؟ يعتبر عشوائي، بس يعني حاول تخليك بزاوية 45. هبدأ بعد كده هتحتاج بنفس الفرشة بتاعتك، بس حاول تنشفها لي زي كده، وهتبدأ بزاوية 45 على الهواء خالص. بنفس الطريقة دي كده، شايف؟ على الهواء. حاول تخليك اتجاه واحد اهو على الهواء خالص، شايف؟ ما تضغطش جامد على الهواء. لكنك بتكويها بس. بعد ما عملنا اول مسه بالراحه، هتبدا تعمل المسه دي بقى رايح جاي بقى. بص يا سيدي، الفرشه هي معاك اهي، هتبدا على الهوا كده بنفس الطريقه دي كده. بص اهو على الهوا، بس طالع نازل طالع نازل طالع نازل اهو. الشكل بتاعك هيبدأ يظهر مع تكرار المس، طالع نازل بنفس الطريقة دي كده. وبكده اهو الشكل بدأ يظهر معانا زي ما انتم شايفين. طبعا كمان التصوير مش مبين حلاوة الشغل، يعني في الطبيعة او من قريب كده باين شوية، وفي الطبيعة باين احلى من كده بكتير. الطريقة كانت سهلة خالص وبسيطة، وتقدر تعملها بنفسك. وتحياتي لكل الدول العربية، الجزائر، المغرب، السعودية، مصر، السودان، فلسطين، اليمن، سوريا، كل الدول العربية. أنا أخوك محمود الحلواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وده التصوير من زاوية تانية عشان يبقى واضح شوية في التصوير. وطبعا الدول اللي احنا نسينا نعمل لها تحية يعني سامحونا. يعني نكمل التحية للأردن و وإيه تاني؟ الواحد بينسى والله العظيم. مليون تحية للسودان والعراق والبحرين والإمارات والكويت والجزائر تاني، والمغرب تاني، والسعودية تاني، ومصر تاني وتالت، وكل الدول العربية. كان معكم أخوك محمود الحلواني، وطبعا زي ما قلنا أي دولة نسيت أذكرها سامحوني. مقيم في السعودية الرياض، مصري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.